يسعد اوقاتكم واهلا وسهلا فيكم. انا ام منذر، واليوم رح نعمل مع بعض بسكوت كتير سهل وكتير بسيط. جبت هون نص كوب من السكر المطحون، وحطيت عليه كمان نص كوب من الزبدة بحرارة المطبخ. اذا بدكم تستخدموا سمنة كمان بيصير. حطيت ربع الكوب من الزيت النباتي ورشة صغيرة من الملح، وبخلط الكل لحتى يصير القوام عندي سائل شوي. بعد ما خفقتهم هيك وتأكدت انه السكر داب، رح اضيف عليهم حبة واحدة من البيض، وكمان بخلطهم. وبعدين بدي اضيف الطحين على مهلي شوي شوي. مجهزة عندي هون هلا كوب من الطحين. انا بهاي الوصفة مستخدمة كوبين من الطحين، بس بحطهم على مهلي. بحط اول كوب وبحط عليه كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر وبخلطهم مع بعض. هلا بدي استخدم المعلقة، ما بنعجنها عجن يعني هاي العجينة هيك، بس بنلمها لم بالمعلقة. هلا جبت الكوب الثاني وعم ضيف منه كمان شوي شوي، لانه بدي اعمل انا لونين، فبخلي شوي قسم صغير، يعني ما بخلي الطحين كله لحتى تصير عجينة كاملة، لانه بدي ضيف كاكاو. فباخذ معلقة بس، وحتى ممكن تاخذوا اقل شوي صغيرة. بقيم من هاي العجينة معلقة بحطها على جنب، هاي المعلقة الصغيرة بدي اضيف لها كاكاو. بكمل هدول الطحينات اللي ضلوا عندي، يعني هدول الكوبين اللي انا استخدمتهم. انتم ممكن تستخدموا زيادة معلقة او معلقتين، يعني حسب ما بصير عندكم بهالشكل هذا. لا تكتروا طحين حتى ما تصير ناشفة وتصير طعمتها مثل الخبز، ما بيعود له طعم البسكوت. باخذ القطعة الصغيرة اللي قمتها على جنب وبحط عليها معلقة من الكاكاو، وبخلطها كمان لتصير عندي عجينة. هلا بدنا نشكلها مع بعض. يا ريت تكتبوا لي بالتعليقات من اي بلد عم بتتابعوني، اذا عندكم استفسار عن هذا الفيديو او اي فيديو تاني اكتبوا لي، انا بجاوب على كل التعليقات. انا حطيت فانيلا معلقة صغيرة كمان وقت حطيت البيض، بس الصراحة ما طلعت بالفيديو، فعم لكم انه تحطوا كمان فوق البيض. جبت كيس نايلو دهنته بشوية من الزيت وبفرد العجينة. العجينة كتير كتير خفيفة وسهلة بالفرد. بحطها بين قطعتين من النايلون بكون دهنتهم بالزيت، وبمدها هيك شوي بإيدي، يعني شايفين كيف عم تفرد، ما بتحتاج الشوبك لحتى تفرد. وباخذ هلا القطعة اللي بالكاكاو أو بالشوكولا، وبصير بعمل هيك مثل ما واضح بالفيديو. يعني ممكن تعملون بشكل عشوائي، كبار صغار ما بيأثر يعني، وبصفون بأي طريقة، يعني منظره كتير حلو بيطلع هذا البسكوت. برجع بحط عليه النايلون وبفردها بالشوبك ليتداخلوا، يعني يصيروا كلهم قطعة واحدة. شايفين شغلته قديش بسيطة. هلا احيانا مثلا بتشوفوا بيكون متباعد يعني بين القطع الكاكاو، فانا بعد ما حطيتهم هيك بصير برجع بحط، اذا لقيت مثلا اراني ناقصه شوي من الكاكاو فيني ارجع اضيفها بعدين. هلا بالقطاعات، اي قطاعه عندكم، فنجان القهوه، اي شيء ممكن تقطعونه هيك بهالشكل هذا. هلا هون شايفين كيف انا حسيت انه هاي الفراغ من العجينه الساده كان كتير كبير، فصرت احط هيك قطع صغيره وارجع بس اضغط عليها هيك بايدي لحتى يتداخلوا مع بعض، حتى وقت اقطعهم كله يكون في شوي من الكاكاو وشوي من العجينه الساده. شايفين هاي هي سمكته، ما يكون كتير سميك. هلا بحطه بالصاج وبدخله على الفرن على درجه حراره 170، بشعل عليه بالبدايه من تحت وبعدين من فوق. بس بدي لكم شغله، هلا اللي زادوا عندي ما برجع بعجنهم مع بعضهم حتى ما يصيروا كلهم، لانه الكاكاو راح يطغى عليهم ويعطيهم لون واحد، فحتى يضلوا هيك بهالشكل هذا مثل هي. هلا انا قطعت وحده، شايفين كيف بتصير. برجع بس هيك بلمهم على بعض وبضغط عليهم، برجع كمان بالشوبك بساويهم، يعني ما برجع بعجنها عجن لانه راح يختفي اللون الابيض وتضل كلها كاكاو. برجع كمان بعملهم هيك بهالشكل وبقطعهم بالقطاعه، يعني لحتى يضل هيك فيها اللونين متداخلين مع بعضهم. بسكوت كتير كتير سهل وكتير خفيف، وطعمته صدقوني كتير طيبة. يعني ممكن مثل ما قلت لكم تستخدموا السمنة أو الزبدة، كله بيصير. شايفين كيف؟ هلأ بحطهم بالصاج وبدخلهم على الفرن، يعني ما بياخدوا وقت كتير، تقريبا حسب كل واحدة وحسب فرنها تقريبا شي ربع ساعة بياخدوا. هذا هو شكلهم بعد ما طلعوا. بسكوت سهل وخفيف وطعمته كتير طيبة، شايفين منظرهم ما احلى. هدول اللي زادوا، للعجينة اللي زادت، شايفين كمان كيف طلع شكلها كتير حلو كمان منظرهم. يعني اللي بده يعمل هيك بسكوت سريع ممكن يعمل هذا، هاي الوصفة. بتمنى يكون عجبكم شغلي لليوم. اذا حابين تدعموني اعملوا لايك وشير للفيديو، ولا تنسوا تتابعوني على قناتي مطبخنا السوري.